الطالب المتميز الذي جاءنا من ولاية تلمسان فيصل عجاج، يتفضل ليقيمه الشيخ والدكتور عبد القادر بن رحمي. أهلا. ما شاء الله، اختر سؤال. أعطيني السؤال لي يا فيصل. شكرا لك، تفضل. إذن رقم السؤال لفيصل 8، تفضل دكتور عبد القادر. فيصل عجاج، مرحبا بك وبأهل تلمسان. معنا ابن 12 ربيعا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اقرأ من قول الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. بارك الله فيك فيصل. اقرأ لنا أيضا من قول الله عز وجل: ولا تقف ما ليس لك به علم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كل ذلك كان سيئة عند ربك مكروها. ذلك مما ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلهًا آخر فتلقى في جهنم ملومًا مدحورًا. أفأصفاكم ربكم بالبنين أم اتخذ من أفأصفاكم ربكم بالبنون أم أعد أفأصفاكم أفأصفاكم ربكم
البنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما تقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. حسبك حسبك ما شاء الله عليك يا فيصل. أيضا اقرأ لنا من قول الله عز وجل وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمُ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ إِنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّنْ يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوا قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّاذَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. حسبك بارك الله فيك يا فيصل ما شاء الله عليك. فيصل عجاج القائد القادم من ولاية تلمسان من قرية العجائجة التي تعج بالقرآن الكريم وبأهل القرآن الكريم. دكتور كيف كان أداء؟ ما شاء الله أداء فيصل متميز كالعادة بصوته الشجي والندي بتلاوته وهدوئه وسكينته، تلاوة خاشعة له، لك أداء رائع، أداء طيب في تلاوة القرآن الكريم، صوت جميل، صوت حسن. هذا الصوت هو الذي نسمي عليه مزامير داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود يا فيصل، هكذا. فإن شاء الله تكون موفق في تلاوتك. لا يمنع هذا من بعض الملاحظات يا فيصل، لأنه دائما الذي يمتلك صوتا حسنا ويمتلك هذه يعني الأداء الجيد الذي تمتلكه في غالب الأحيان قد ربما تأخذه المقام الذي يقرأ به، لربما ليخلط في بعض الأحيان ما بين المدود وما بين مقادير المدود. مثلا في الغنة التي مقدارها حركتين، مثلا في الإدغام أو في الإخفاء في ألفاظ كثيرة سجلتها عليك، لفظ كنتم أنقذكم من كل أمة فوجا لقوم يؤمنون، مواضع كثيرة كنت الغنة تبالغ فيها قليلا. سبب المبالغة ما هو؟ هو أنك يعني المقام الذي تقرأ به والريتم الذي تقرأ به تحتاج إلى تلك ربما الغنة في ذلك المقام، ولكن لا تطيل، لا ينبغي أن تطيل أكثر من حركتين. أيضا في قول الله عز وجل يبين الباء هنا كدت تميل بها نحو الكسرة، وهذا صار ديدنك في بعض الكلمات. أيضا أكذبتم
قريب تمشي بها نحو الكسرة، حاول أن تفتحها جيدا. أكذبتم يبين الباء، افتحها جيدا. في لفظي واختلفوا، اختلفوا الخاء لم تظهر تماما، أخفيتها تماما، مع أنه كان من المفروض أن تخرج معها قليلا من النفس حتى تظهر الخاء جيدا. واختلفوا في لفظي إنك لن تخرق الأرض، تخرق الخاء من المفروض أيضا تفخمها قليلا، وانت قرأتها مستفالة في هذا الموضع تماما. أيضا الملاحظة الأخيرة التي سجلتها لك يا فيصل مع هذه التلاوة، قلنا الجميلة التي استمعنا إليها في لفظ البينات، البينات وش الحكم اللي موجود فيها في آخر الحرف فيصل؟ تاء، تاء الساكنة، وش نديروا لها؟ التاء تهمس، هكذا لابد أن تهمس، حروف الهمس المعروفة، فحثه شخص سكت، هاي التاء. فالتاء إذا كانت ساكنة لا تظهر إلا بالهمس، والهمس والنفس الخفيف الذي يخرج مع الحرف، انت هنا لم تظهر التاء، قلت البينات، لا نسمع شيئا، البينات، هذا النفس الخفيف هو الذي يظهر هذا الحرف. وما سوى ذلك يا فيصل كان أداءك جيد، وكانت قراءتك قوية، نعم، وحفظه أيضا ما شاء الله قوي، بارك الله فيك. شكرا لك شيخ عبد القادر، وشكرا لفيصل عجاج على هذا الأداء.